بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لتسمين العجول والأبقار الحلاب. حلقة اليوم هنتكلم عن الانتفاخات الكرش، وفي انتفاخات في المرحلة الأولى وفي انتفاخات مزمنة، يعني في انتفاخات نوعين من الانتفاخات. هنتكلم عن أسباب المرض، وهنتكلم عن أعراضه وطرق العلاج منه وإيه مسبباته. أول حاجة أسباب المرض، وهو أول سبب تغيير مفاجئ لنوع العلفة والزيادة في كمية العلفة. تغيير مفاجئ وزيادة كمية العلفة. أنت حضرتك بتروح تجيب العجل من السوق أو العجول من السوق، مش عارف العجل ده، ما هو فيه عجل برسيمي متغذى على البرسيم بس، عرباوي بياخد برسيمه عايش على المراعي، وعجل المزرعه اللي هو العجل اللي هو ايه مؤلف على الاعلاف فقط. يعني ينفع انت تجيب عجل علف وتدخل ما كلش برسيم خالص وتيجي انت تدخله على البرسيم؟ ما ينفعش. ينفع تجيب عجل برسيم وتيجي تدخله على العلف مره واحده؟ ما ينفعش، لازم التجريد. يبقى أول سبب بسبب الانتفاخات دي سوء من الشخص المربي نفسه. أنت جايب عجول جديدة؟ لا، ده أنا قدم لها شوية ربيع صغيرين وأشوف إقبالهم على البرسيمية. لقيت 5 منهم مقبلين بشهية على البرسيم، معناها الخمسة دولت عجول برسيم. واجي في الليل أروح مقدم شوية كيلو تبن على شوية رش، تمام، واشوف اقبالهم على الرش. هي اشوف العجول اللي اقبلت على البرسيم هتقبل على الرش؟ لو قبلت على الرش بشهيه، معناها ان العجل ده عجل بياكل رش وبياكل برسيم. طب لو ما اقبلش بشهيه على الرش، معناها ان العجل ده برسيم وانا لازم اجرد له دخول الرش او دخول العلف ليه، دخول العلف ليه، تمام. فما ينفعش انت عجل برسيم تروح اعطيه كميات كبيره من الاعلاف المركزه، هو ما بياكلش علف مركز اصلا، بتدي له كميات كبيره من الاعلاف المركزه وتقول لي ما عايزوش يحصل انتفاخات. ده يحصل انتفاخات وانتفاخات شديده كمان، تمام. يبقى قلنا اول سبب ان هو انت بتغيير مفاجئ في نوع العلف، بتغير في نوع العلف من برسيم الى علف والعكس من علف الى برسيم وكميات كبيره، وانك انت تدي كميات كبيره. طيب النوع السبب الثاني، السبب الثاني في العلفة نفسها، ان تكون انت مدخل على العلفة مواد العجل اصلا ما كانش بياكلها قبل كده وبكميات كبيرة، وهي اساسا سبب الانتفاخات. بتكبر في الحاجات اللي فيها سكريات بنسبة كبيرة، زي الذرة، زي الشعير، الذرة والشعير والبلح فيهم نسبة سكريات عالية. طب انت عجل ما كانش بياكلهم قبل كده وديت انت دخلتهم له بكميات كبيره، شيء طبيعي لازم يحصل انتفاخات. يبقى عندي سببين، سبب في المواد اللي داخله في خلطه لازم اراعي التجريد في كل حاجه، والسبب الثاني ان انا دخلت غيرت نوع العلفه تغيير مفاجئ ودخلت كميات كبيره مره واحده. العجل الجديد يا جماعه من السوق او من المزرعه ده عيل صغير، سنة سنة لغاية ما تفهموا، سنة سنة لغاية ما تفهموا، ولا ينفع. وثاني حاجة اللي هو الكمية، آسف نسيت حاجة، العجل عامة جاي من السوق، أنت مش عارفه متغذى على إيه، وتروح تعمل له خلطة فيها الذرة 700 أو ذرة وشعير فيهم 700، طب ما هو مولفش ياكل الكميات دي من السكريات، فيها نسبة سكريات، وتدخل له البلح معاهم، شيء طبيعي مش العجل مش هيقبلها وهيحصل معاها انتفاخات، والانتفاخات دي ممكن تتطور وتبقى انتفاخات مزمنه. فده اسباب الانتفاخات عند العجول. تعال نتكلم بعد كده على الانواع الانتفاخات، نوعين. في نوع بسبب الغازات، وفي نوع بسبب الاكل نفسه او الخلطه. النوع اللي سبب الغازات هتلاقي الانتفاخ عامه، بصوا معايا هنا ثواني، النوع بسبب الانتفاخات الغازات هتلاقي الحتة دي هي المتفخة، الحتة اللي من فوق، الحتة اللي من فوق دي هي المتفخة، دي بسبب الغازات. ده أول أنواع الانتفاخات. يبقى إذا لقيت الانتفاخ من فوق وتحط إيدك عليها كده تطبل، تلاقيها منتفخة كده وتحط إيدك عليها تطبل، ده انتفاخ
بسبب الغازات، بس ده انتفاخ من المرحلة الأولى، يعني هادي شوية في بدايته. أما إذا لقيت الانتفاخ من الناحيتين ده لازم تدخل طبي سريع، لازم تدخل طبي سريع. طيب إذا لقيت الانتفاخ من تحت هنا، الانتفاخ من تحت هنا ده بسبب الأكل، بيقولوا عليها في الصعيد عندنا هنا بيقولوا بسبب يقولوا عليها العجل ده ملكوم كابس، يعني أكل كمية علف بزيادة. يبقى هم نوعين من الانتفاخات، انتفاخ غازي وانتفاخ بسبب الأكل. انتفاخ الغازات نوعين، يتطرف إلى طرفين، نوعين تاني. نوع ممكن يكون انتفاخ من ناحية واحدة وده في بداية مراحل الانتفاخات، يعني لو أنت تعالج هترتاح كثير. وفي النوع الثاني اللي هو انتفاخ من الجانبين، انتفاخ من الجانبين ده صعب ولازم تتدخل دكتور، يتدخل تدخل سريع كمان. تمام؟ انتفاخ اللي بسبب الأكل بيبقى من تحت، انتفاخ الغازات بيبقى من فوق في الحته الفاضيه بتاعت الاكل دي. تمام؟ سواء جنب واحد او جنبين. يبقى حددنا قلنا اسباب الانتفاخ وقلنا انواع الانتفاخ عشان تعرف تحدد، ما انت عشان تعرف تبقى عارف تتعامل لازم تعرف سبب المرض ايه ونوع المرض، تعرف تفصل بينه ايه، هل انتفاخ اكل ولا انتفاخ غازات، عشان تعرف انت تتعامل بناء عليه. تمام؟ بعديها هنقول العلاج. العلاج في اثنين، سواء في دي او في دي. العلاج في مرحله الانتفاخ الاولى لو هو في جهه واحده، العلاج بيبقى عباره عن بيكربونات الصوديوم وزيت معلش يا جماعه دراعي وجعني شويه، وزيت الخروع، زيت الخروع وبيكربونات الصوديوم. طيب بيكربونات الصوديوم اللي هي بتساعد على عملية الهضم وتقلل من نسبة الحموضة. طيب انت المفروض ان انت دولت تدخلهم لكرش العجل عن طريق أمبول بيخش من البوز بعض الناس مش هتعرف تعمل دي، فدي برضك لازم يكون في استدعاء للدكتور عشان يفرغ لك الهواء الموجود ده، يفرغ لك الهواء اللي هو موجود بسبب الانتفاخات عن طريق بيكربونات الصوديوم وزيت الخروع، يخش بداخل كرش العجل عن طريق الأمبول من فتحة الفم إلى أن يصل الكرش. طيب لو الانتفاخ من ناحيتين ده لازم تدخل طبي سريع. تمام؟ ده لو انتفاخ من الناحيتين. طيب أعمل إيه بعد كده؟ يعني عشان المرض ده ممكن تعالجه ويرد تاني، لازم الأكل العلفة نفسها تخف نسبة فيها السكريات، خف نسبة السكريات، خف نسبة السكريات اللي هي ايه البلح والذره والشعير، ما يبقاش بكم اوفر شويه، ما هي خير الامور الوسط. تاني حاجه العجل اللي بيحصل له انتفاخات لازم تقدم له الاعلاف باقل من نسبته الطبيعيه، يعني العجل ده لو هياخد 5 كيلو علف لا اديله 3.5، اديله 3.5 وعوض الباقي بالبرسيم بالدريس. الدريس والتب ده اساسي في علاج الانتفاخات، الدريس والتبن عنصر اساسي في علاج الانتفاخات. اما الاعلاف بتدي لو هو بياخد 6 كيلو اديله مثلا 4 كيلو التلتين، ما ياخدش كميه العلف كلها، ان لو خد كميه العلف كلها هيتعب تاني. وينصح العجل اللي بيحصل معاه الانتفاخات ده، الانتفاخات المستمره، ان العجل ده اخله 350 كيلو وتبيعه، ما يقعدش بعد كده عشان ما يحصلش معاك مشاكل وتلاقي معدل التحويل بدا في التراجع، الزياده في الاوزان بدات في التراجع، فانت اخره 350 وبيعه وتستخدم معاه الدريس والتبن. تمام؟ عشان يفك معاه الاكل. والعلف ياخد التلتين، لو هو هياخد 6 9 كيلو مثلا لا ياخد 6 كيلو وعوض الباقي بالدريس، عوضه باي حاجه تاني، بس ما ياخدش اعلاف مركزه اكتر من التلتين، والتلت التاني هسيبه وعوضه باي شيء تاني. تمام؟ الانتفاخات يا جماعة ده شيء مرض مزمن وعنده عيوب كتير، وياريت لو هو من جنبين تدخل طبي سريع، هو من جنب واحد وعارف تضيف للعجل، وهم بيكربونات الصوديوم لازم تضاف على الخلطة بتاعته على الأكل بتاعه اللي بياكله عشان يقل من نسبة الحموضة ويقل من نسبة الغازات. قناة المرعى لتسمين العجول، يا ريت لو انت استفدت اي شيء ما تبخلش علينا، ده دعمك لينا، تشترك وتفعل الجرس وتعمل لايك، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.